لسه مكملين وكمان معانا ضيفة أخرى، إحدى المكرمات في احتفالية المرأة المصرية أيقونة نجاح. شفناها امبارح وهي بتحضن السيدة انتصار السيسي ودموع الفرحة سبقاها. صحيح، التكريم ده جه ربما بعد كفاح كانت فيه عين لابنها صاحب البصيرة، واللي نجح بفضل دعم هذه الأم إنه يكون أول معيد كفيف في كلية الإعلام. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل السيدة الملهمة نجاة علي أحمد. صباح الخير على حضرتك يا أستاذة نجاة. صباح الفل، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيكي وأنت طيبين وصحة وسعادة يا رب دايما. ربنا يخليكي. طيب في البداية يا أستاذة نجاة، يعني خلينا نتكلم مع حضرتك عن التكريم، لقائك مع السيدة انتصار السيسي، يعني وصلك الخبر إزاي؟ يعني احكي لنا كده التفاصيل. اول يعني قمت من النوم فلقيت ابني بيبوسني ويقول لي في حاجه هتفرحك جدا. قلت له ايه هي يا احمد؟ قال لي انت عارفه مدام الريس طلباكي. طبعا انا قلت له انت بتضحك عليا يعني انت؟ فقال لي لا والله يا بابا بجد. فقلت له بجد؟ قعدت ايش اسقف بقى وقعدت زي الطفله الصغيره اللي عماله. يعني ربنا يفرحك والله كمان وكمان يا ست نجاة. ضحكه من القلب وجميل والله. يعني الخبر نزل عليا يعني مش عارفه اوصف لك الحاله اللي كنت فيها. لا وصلانه ما تلاقيش. ربنا يبارك لك يا رب. قولي لي عملتي ايه مع ابنك؟ طب يعني احكي لنا رحله كفاحك مع ابنك، عملتي ايه معاه؟ ازاي دخل كليه اعلام؟ طويله جدا. ايوه عايزه حاجات يعني عايزه كلام كتير عشان اقولها، يعني عايزه ايام. ف انا هلخصها لك كده يعني على طول. يا ريت عشان خاطر الضحكه الحلوه دي. احمد من هو طبعا صغير كان عنده طموح كبير جدا ان هو يطلع حاجه، كان نفسه يطلع دكتور بشري. كويس. وبعدين لما حصلت له الحادثه وهو في سنه اولى ابتدائي قال لا خلاص كده يبقى انا مش هبقى دكتور بشري، بس ممكن ابقى دكتور جامعي. كويس. والحمد لله يعني ربنا وفقنا ويعني شقينا كتير انا وهو. كنا نطلع الصبح بالعربيه يودينا المحطه، من المحطه نركب القطر، والقطر كان يودينا على المترو، والمترو كنا ننزل الجامعه. فالمشوار يعني كان تقيل بس كان حلو بالنسبه لي، كان متعه. طيب ست نجاة انت عندك اولاد تانيين؟ اه طبعا انا مربيه 5 ايتام، بنتين وثلاث اولاد. ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يقويكي. طيب قولي لي بقى، يعني واحنا بنتكلم ما شاء الله 5 اولاد ومنهم ابن كان عنده ظروف خاصه بيه، ازاي كنت عارفه تنظمي الوقت ده؟ ازاي كنت عارفه تستقوي خلال الاوقات الصعبه دي؟ والله ده هو ربنا اللي كان بينظمها، يعني سبحانه وتعالى كان بيخليني اعمل حاجات انا المفروض يعني لما جيت افتكر بعد كده كنت انا بعمل الحاجات دي ازاي. صحيح، يعني ربنا اللي كان بيقويكي يعني. دي حقيقه فعلا، ربنا كان بيقويكي يا ست. والله كان بيقويني جدا والله، يعني وكان معايا دايما. طب الخمسه كلهم زي احمد كده؟ لا طبعا، لا هو احمد بس. يعني احمد انت اللي راهنتي عليه وهو اللي قدر يعمل كده؟ لا، واخواته كلهم تعليم عالي، يعني ايمان شغاله في مستشفى الجامعه وكليه حقوق برضه، كليه اداب، كليه اداب. واميره كان عندها هوايه الرسم بس طبعا جوزها رفض. واحمد طبعا اعلام، ومحمود تجاره، ومحمد تجاره، ومحمود بتاع دوت حقوق. ايوه. ست نجاة لو عندك رسالة تقوليها لكل أم عندها طفل أو ابن أو ابنة زي أحمد عنده ظروف خاصة بيه، كل أم بتمر بظروف صعبة، تقولي لها إيه؟ ده هو ربنا بيحبك. الله عليك. لأن أداكي حاجة زي كده ويشوفك هتقدري تحافظي عليها ولا لأ. والله أنت بتدينا دروس مهمة جدا. يعني هو النعمه، مش يعني هو اللي عايزه تقولي ان هو الفضل، هو الحاجه الحلوه. ايوه هو الفضل، هو الامل، هو هو الحياه كلها اصلا. ايوه، يعني انت برضو ما اديتيناش معلومه ازاي قدرتي انك
تفضلي معاه لغايه لما يبقى معيد في كليه اعلام؟ اكيد كان في محطات، كان في تحديات، كان في تعب. اكتر أيوة حاجه تعبتك ايه يعني؟ ما كلمتناش برضو والله. يعني افتحي لنا قلبك شويه. قابلتنا صعوبات كثيره جدا. معاك وقت تسمح؟ معاك قول. قابلتنا صعوبات كثيره جدا، واولهم من الاهل كانوا يقولوا يعني هو اخره ايه يعني، انت عماله تعبه نفسك ليه؟ وكان الاحباطات كانت كثيره لينا بالنسبه لنا، ان كان من الاهل او ان كان من اللي بيدوا له. ما فيش اكتر من المحبطين، ما فيش اكتر من المحبطين. بيدوا في الكليه. يعني قابلتنا والله صعوبات كثير جدا، وبقينا نتحداها انا وهو. صحيح صحيح. انت بالنسبه له يا ست نجاة، انت نجاة وانت كنت عين كمان لاحمد. طبعا انا كنت ايديه ورجليه وعينيه. طبعا ربنا يخليكي لي ويخليه ليكي ويخلي لك كمان اخواته. احنا سعداء جدا بيكي، وعارفين انه في زي ست نجاة في ستات مصريات يعني كتير قوي جدعان، ويقدروا يقفوا في ظهر اولادهم ويقدروا يسندوهم لغايه ما يحققوا كل اللي هم عايزينه، حتى لو كان في محبطين، حتى لو كان في ظروف صعبه. زي ما شفنا ست نجاة علي احمد، احدى المكرمات في احتفاليه المراه المصريه، ايقونه نجاح. يعني احنا كنا سعداء طبعا جدا بوجودك معانا. صحيح. انا ست جميله قوي قوي، والكلام لما بيطلع من القلب يا جمانه بيوصل للقلب. حاله الرضا كمان يا مصطفى، احنا بنقعد نشتكي على ظروف صعبه وعلى ظروف احنا بنتخيل انها صعبه. صح. على شويه حاجات مضايقانا ونقعد طول الوقت نشتكي. انت لو رضا ومتسامح مع نفسك هتلاقي، او متصالح مع نفسك هتلاقي الحياه ابسط بكتير.